السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا حبيب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. مطبخ أميرة الأول بيرحب بكم، بيقول لك ايه، ما تنسونيش بقى بالاشتراك واللايك والتعليقات الحلوة دايما المحفزة بتاعتكم. طيب النهاردة هنعمل طريقة سهلة خالص ومبسطة، اللي هو كلاش اللي بالقشطة بالمهلبية يعني، او القشطة الكتابة. بس طبعا ممكن نكون نزود فيها حاجة، بس هبقى عاملها لكم المرة الجاية ان شاء الله. هعملكم بطريقة تانية يعني، بس الطريقة دي هتعجبكم ان شاء الله جدا جدا. طريقة خفيفة، الجلوش اللي ياكلها صراحة يعني هيحب ياكل كمان كم قطعة كده. كل مكوناتها جميلة جدا، فيها لبن، فيها حاجات مغذية يعني. يعني بصي، نقدر ندخل بقى الاولاد، بدور على الحاجات اللي تنفع الاولاد. فيلا بقى بينا على الوصفة على طول، نشوف الوصفة مع بعض. اول حاجة انا هعمل ايه، هعمل الشربات. عبارة عن ايه، انا حطيت، جبت البول حطيت فيها كوب ونص سكر، عليهم كوب ونص مية، يبقى كوب ونص سكر عليهم كوب ونص مية. احطهم بقى الوقت دي على النار، اول ما تغلي بتبدأ تغلي معايا هعصر الليمونة 7 دقايق بالظبط ان شاء الله، واقوم مطفيها. عصرت قدامكم نص ليمونه على كوب ونص سكر عليهم كوب ونص ميه، وعصرت عليهم نص ليمونه 7 دقايق بالظبط. نبص في نعاير اي حاجه، نبص فيها 7 دقايق، اول ما يعني غلوتين ثلاثه كده ونقوم طافيين على طول. تمام. طيب الوقت بقى هنعمل معاكم الجلاش مهلبيه الوقت اهو. طيب الوقت انا حطيت 2 كوب لبن وحطيتهم على النار، اول ما تبدا تغلي انا حاطه في الكوبايه، حطيت فيها ميه وقمت حاطه فيها معلقتين نشا، يبقى الـ2 كوب لبن بياخدوا 2 معلقة نشا كبار. وببدا ادوبهم بقى على البارد في ميه او في لبن اللي حابينه. وبعد ما ندوبهم بنبدا نحط بقى اللي هو ايه، سرسوب صغير كده، ونقلب لحد عشان تدينا ايه، اللي هي المهلبيه اللي هي الحلوه ديت، ما تبقاش من اللي هي الكتل، لا اللي تبقى كلها حلوه ببعضها ديت. يبقى انا إيه عملت ايه، حطيت 2 كوب لبن عليهم 2 معلقة نشا في كوبايه فيها 1/2 كوب ميه او لبن بارد، وابدا ادوب فيهم بقى النشا على البارد، واحط حبه بحبه كده لحد ما تدينا السمك اللي انتوا شايفينه ده الحلو ده كده، سمك المظبوط. تمام. اللي حابه يحط سكر يحط، انا ما حطيتش سكر. طيب انا الوقت هنا ايه، جبت السمنه سيحتها على النار، كوب سمنه اهو، وحطيت فيه 1/2 معلقة بيكنج باودر. الصراحه دي بتعمل بالطريقه بتختلف تماما، بتقرمش وبتخليها يعني بتدي لها احلى كتير من غيره يعني. طيب انا الوقت جبت الصينيه حطيت فيها سمنه، هبدا بقى اخد ورقه ورقه وارصها واحطها، وبالفرشه هبدا بقى اخد السمنه اللي عليها 1/2 معلقة بيكنج باودر، قسمتهم بالنص، بس النص اللي تحت ممكن يكون اكتر يعني، يكون احسن المقعد يكون اكتر من اللي فوق. طيب انا الوقت هبدا بقى احط الجلاش. ما تنسوش بس البيكنج باودر وبتقولي اللي تحت، والصراحة بتفرق جامد وبتدي طعم احلى ومقرمشه وكل حاجه احلى يعني، بتفرق. النص معلقه بيكنج باودر دي، يبقى انا حطيت 1/2 معلقة بيكنج باودر على السمنه ودوبتهم، وابدا احط بقى ايه على الجلاش ورقه ورقه. خلاص انا حطيت الورق كله اهو، انا بدأت خلصته. جبت بقى المهلبية حطيتها في النص،
المهلبيه اللي كانت ايه كوب 2 كوب لبن عليهم معلقتين نشا، بصراحه بتطلع لكم السمك بتاعها جميل جدا. وزي ما قلت اللي حابب يحط سكر يحط، واللي حابب ما يحطش بيدب براحته. انا ما بحبش الحاجه مسكره قوي فما حطيتش، وزي ما انتم شايفين الشربات مسكر فمش محتاج يعني. ما اخدش وقت خالص اقول لكم بقى ايه اللي انا ما كانش اصلا في اعتقادي اعمل كده خالص، بس انا ما كنتش جالي نفسي من حاجه. دخلت المطبخ قمت مخرج، لقيت عندي جلاش في قلب الفريزر طلعته وبدات اشتغل على طول. عملت بيه وبصراحه يعني طعمه عجبني وفتح نفسي واكلت منه الحمد لله. هبدا بقى احط المكسرات. اي مكسرات عندنا؟ بندق، انا حاطه سوداني، حاطه جوز هند، حاطه زبيب، ايه الموجود نحطه. ما اقولكوش يعني اي ايوه ايوه الواحد نفسيته مثلا مش مظبطه يبدا يعمل اي حاجه كده يفك عن نفسه. انا خرجتها وقمت عامله ما اخدتش وقت خالص وصراحه كان عاجبني الحمد لله. ايه بس ما تنسوش بقى بالاشتراك واللايك. كده الحمد لله خلصت الطبقه اللي في النص. هبدا بقى ايه احط بقى بقيه الجلاش فوقيه. السمنه انا حطيت كوب سمنه، اخدتها كلها يعني ما بقتش حاجه. طبعا اصحاب الدايت اللي كده ممكن يعملوا بنص كوب سمنه بس انا حطه على السمنه زيت، نص كوب سمنه وحطيت بقيته زيت. انا بحط النص بقى الجلاش من جوه كده والباقي بقى بحطها من بره طرفها كده، وببدا بقى بعد كده ادخلها في بعضها من جوه. طبعا الجلاش ده منفعش يتقطع اللي هو الطري كده، منفعش يعني ادخله. هو اول ما اخلص ابدا اقطعه وياكم كده وندخله الفرن على طول. وانا مولعه الفرن من تحت، الفرن يسخن من تحت، ابدا احطها من تحت على طول. هدخله الفرن بيتحمر من تحت وبعد كده احمره من فوق. الجلاش ده بقاله يعني كان في الفريزر فطلع معايا حتى لو حاجه مقطعه او كده، بس في الحمد لله ولا فرقت في اي حاجه خالص. ايه خلصت كده خلاص اهوت، دخلتها ودخلت اللي كان خارج بره دخلته لجوه خالص وهقطعه كده. اللي عايز يقطعه بقى اللي هي المكعبات تمام، اللي عايز يقطعه مثلثات اي قطعه اللي احنا حابينها، بس دي حاجه ضروريه لازم تتقطع قبل ما تدخل الفرن. بالله عليكم بقى اللي جرب طريقتي ما يكتبليش، يكتب لي تحت في الكومنتات طريقه عملت ايه معاه. قطعتها مثلثات اهو، قطعتها دي تبع الرغبه يعني اللي حابب يقطعها اصغر اكبر دي تبع الرغبه. انا ما صرعتش اي حاجه، بحاول اوري يعني لسه داخل مثلا لسه اول واحد اول مره تعمل اي حاجه فبوريها كل حاجه ببساطه كده. ايه كده خلصتها اهوت، انا ولعت الفرن هحطها من تحت. اول ما تتحمر من تحت ابدا افتح الشوايه من فوق وادلها الوش من فوق وكده خلاص، وادي اسقيها الشربات. الشربات بارد وهي بتكون سخنه والجلاش بيكون طالع سخن.
ايه كده خلاص الحمد لله بقى مولعه الفرن، احطها في الفرن اهو. خلاص طلعت والله التصوير كمان ظالمها، اقول لكم يعني طالعه جميله جدا. بدات بقى احط الشربات في الكوبايه عشان اعرف اسقيها. طلع معايا بالظبط كوب ونص من الشربات، وبص حطيتهم عليها عشان تبقى طريه، بسقيها بالشربات كله وابدا بقى اغطيها باي حاجه عشان تخليها طريه مع بعضها كده. ايه بقى ايه، ما تنسونوش بقى بالاشتراك واللايك والشير والكومنتات المحفزه، والسلام.